نرحب فيكم اعزائي المشاهدين من قناه كويت سبورت ببرنامج فتنس، البرنامج اللي يختص بلعبه كمال الاجسام والتغذيه. اليوم بحلقه مميزه مع ضيف جديد، الضيف يوسف الصالح، ونتكلم بحلقه حواريه عن دخوله مجال لعبه كمال الاجسام. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. هلا والله، يعطيك العافيه. الله يعافيك. طبعا سمعنا انك توك حاصل على المركز الاول بشهر 3 بنفس السنه هذه، وحصلت فيها بعد على المركز الثالث بنفس البطوله، وشاركت بطولة شهر 4 بطولة الكويت ودخلت التوب 10. سولف لنا عن مشاركاتك بالبطولات هذه، ونبي بدايتك بأول مشاركة كانت. طبعا بدايتي كانت السنة اللي طافت بكويت كلاسيك شهر 10، اي شهر، لا اللي قبلها 2017 اي شهر 10 ولا شهر 4؟ شهر 4. شهر 4 كانت هذه اول مشاركه لي. اول مشاركه لي كانت من بعد تجهيز كابتن حمد الشطي. طبعا نوجه له تحيه الكابتن حمد الشطي. كنت هاوي اللعبه، ما كنت ابي يعني ادش بهاللعبه والبطولات وغيره والتجهيز وغيره، بس هو قال فيك جسم بطل. قلت له شو مالك؟ اقول طيعني، انا ما قاعد ابيع الكلام بالهواء على قولته. انا اهم شيء سمعتي كمدرب يعني. قلت له يلا خلينا نشوف، وبلشنا نجهز حق بطولات شهر 4. صارت لي امور وهذا، ولكن مشيت بالتجهيز والحمد لله كاول بطوله دشيت فيها بالتوب 10. اول بطوله كنت ما اعرف، طبعا انت عارف بوزات وغيره، كنت لا افقه بالموضوع هذا نهائيا. اول بطوله طبعا وستيج ورهبه الستيج وانت تطالع الناس وحكام خوف ورهبه. الحمد لله يعني الله وفقني من العشرة الأوائل يعني. أنا ما كنت حاطط أول مشاركة لك. أول مشاركة طبعاً هذا يعطيك دافع قوي إنك تستمر. هذا هو أعطاني مو دافع قوي، أعطاني خلاني أحب اللعبة زيادة. وشفت الإنسان اللي وقف وياي هو كابتن حمد شطي، أعطيته الثقة زيادة، لأنه هو قال كلمة وفعلاً كان صادق فيها. جهز حق بطولة لندن. سيزن كانت طويل. السنة اللي طافت. إيه سيزن طويل كانت السنة هذه، بس كان سيزن طويل لأن كنت أبي أكبر زيادة. حمد شطي الكابتن أوجه له تحية، قال لي أنت بالعضلات مالتك حلوة وناشف، ولكن هم يبون سايز أكبر وأكبر وأكبر. فالسيزن مالي كان الأوف سيزن كان وايد طويل. خليت تقريبا سنة. تقريبا. سيزن. إيه تقريبا سنة. تكبر فيها عضلات وتأخذ كتلة أكبر. أيوة. بس. وانا اول شهرين وراها، مو اول شهرين، اول ثلاث اسابيع كان يقول لي في بطوله ايطاليا قبل لا اخذ الاوف سيزون. كان يقول جرب روح. قلت له اروح؟ كان يقول روح يوسف، انت بتاخذ اوف سيزون فروح طق روح تشارك ورد. رد. وقبل كان رمضان شهر 5 2017. ايوه فرحت ايطاليا وخذيت التوب 5 يعني توب 10 توب 5 باسبوعين يعني. هني وقفت، عاشتني امور بمعدتي وهذا، وقفت خذيت سيزون طويل لشهر 3 2019. 2019 شهر 3. أيوة. انت رديت تشارك ببطولات. ايوه. وشنو حققت فيها؟ طبعا نزلت فئتين، فئه انترميديت هي طبعا عباره عن يونايتد كيندوم حق البطوله حق اليو كي كامله. دشيت فيها خذيت فيها الاول، هي طبعا بس هاي بطولتهم اتحادهم هم يسمونها انترميديت. والبرو كواليفايد حق التأهل للمحترفين خذيت المركز الثالث. هذه خذيت فيها هذه فيها وهذه البطولة هذه حققت فيها ذهبية. ذهبية وبرونزية. وبرونزية. اي نعم. طبعا دافع قوي. اوه خيالي. وراحة من بعد الاوف سيزون الطويل والتجهيز الطويل اللي انت خذيته. يعني انا ما تخيلت انا بالستيج، وكان حمد قاعد اكلمه قبل الستيج، اقول له حمد شلون هو مسكين كان كمام مستشفى، ولكن يعني كان وياي اول باول. قال يوسف انت الاول. قلت له حمد ما نزلت ستيج. كان يقول لي انت الاول. قلت له اروح؟ اقول روح لا تخاف انت الاول، ما قاعد اشوف احد قدامك. رحت وفعلا بالستيج صدمه، انا الاول، حطني نص، انت عارف الموضوع. اي لما يحطك بالنص معناته انت الاول. اللي مختارينهم على الفيرست كول اوت. ايوه. اللي يكون بالنص هو الاول. هو الاول. شنو شعورك لما كنت بالنص؟ انا حاطني بالنص وقلت له ما ادري حاطني بالنص، يعني انت الاول؟ يا فقال لي ايش فيك انت ما تفهم؟ قلت له ما ادري حاطني بالنص جراني يعني. مو مستوعب. يوم تتويج
اعطوني ميداليه للحين مو مسوي ان انا ما لابس ذهبيه، قاعد يصوروني ورفع ايدي الحكم وللحين انا مو مسوي ان انا الاول. فيوم طلعنا كان وياي اوجه له تحيه عبد الله الصراف، البطل عبد الله الصراف، كان هو بنفس الفئه، اي نفس الفئه وياي يعني نفس طولي. كان يقول له الحين انا الاول الثاني، كان يقول لي ايش فيك انت الاول؟ قلت له والله العظيم ما ادري. قلت يلا عاد، اقول له والله العظيم ما ادري، هو هم عباله ان انا قاعد استعبط ولا لان من الصدمه. اي فطلعنا ورديت حق الفئه الثانيه، الفئه الثانيه كنت اشرح فيها ما ادري يعني ان انا دشيت كانوا هم اقوياء اللاعبين. فقلت له حمد بدش الفئه الثانيه، كان يقول لي يلا دش انت راح تاخذ ميداليه، بس ما ادري اول مو اول يا اخي احساسه هذا رهيب. المهم كان يقول له بدش الحين، كنت خايف منه. دشيت عرضت وهذا الحمد لله نقلوني من الثلاث اوائل والمركز الثالث. وشاركت بعدها بعد بطوله لندن، هذه كانت بشهر 3 شهر 3 اي الكويت على طول. أي. وراها يعني وراها على طول كانت كنت بوقف بس قال لي شارك بطوله الكويت اقوى من البطولات، انت عارف. أي. بطوله الكويت تعتبر بطوله عالميه مصغره يعني. أي. وايد قويه، التشالنج وايد فيها حلو، اذا انت خذيت مركز ولا فيها بروكارد اهلك حق أيوة بطوله لاس فيغاس واسمك يصعد يعني عد. واسمك يصعد حتى لو انت مثلا ما حققت ولا من التوب 10 ولا التوب 5، انت مجرد خد مشاركتك اصلا اي خذت تحدي مع ابطال يعني بالضبط. ابطال هذول مو سهلين يعني. فانت لما على على رتوش خفيفه يطلعك برا، هذا انا اعتبر نفسي بطل يعني. بالضبط. فاهم علي؟ خصوصا هني بطولاتنا تشارك مع 70 80 لاعب. اي نعم يعني الطول مالي هو قلت لك طول الكويتيين عموما، طول الخليجيين طول واحد، انا طولي يمكن نفس طولك الحين 173 175. أيوة. ايوه تقريبا نفس عادة. ايوه نفس الطول. احنا طبعا الفيزيك ياخذون على اطوال، واحنا قاعد نتكلم على فئه اللي طولهم 175 طول او 76 طول الثالث. ايوه الطول الثالث. فالطول يسمونه طول الدفنه، زحمه طول. اي طول الدفنه معروف هو اكثر طول يعني. اي ف لما تصعد من التوب 10 وكانت بمرحلتين يعني الصبح بعدين ليل ويدقون عليك ويحطون اسمك بالليل وتجي تشارك مره ثانيه، وايد دافع حلو يعني. وايد دافع حلو خصوصا مثل ما قلنا ان لاعبين عدد كبير معاك ومنافسه شرسه. اي اكيد يعني، وبين كباتن صعبين عندك احمد عسكر يعني وايد كباتن صعبين. بالضبط. شنو الخطه المستقبليه وين يوسف صالح لجده؟ والله كنا قاعدين نفكر انا وحمد يعني ناخذ اوف سيزون طويل ولا قصير. قال لي اوف سيزون هالسنه هذه قصير يعني ثلاث اشهر، انا من رمضان وقف. اي فان شاء الله يعني شهر 11 شهر 12 ان شاء الله. ان شاء الله بتشارك؟ اي بايطاليا ان شاء الله. وان شاء الله راح نستضيف مره ثانيه ونحقق فيها كرت الاحتراف. ان شاء الله يا رب. وماخذ الاول على المحترفين. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. كابتن بندخل وياك تمرين. شنو التمرين راح يكون؟ طبعا اليوم انا تمريني صدر وباي، العب صدر وباي. حلو. وراح نلعب شويه تمارين نشرح على الزوايا نفسها، الزوايا العاليه. اي الزوايا، الزاويه العضله العاليه من الزوايا الصدر، الصدر الواسع والضيق. اي وهم بالمستوي بعد الواسع والضيق، وشلون نجمع اخير التمرين ان شاء الله. بندخل وياك التمرين ان شاء الله بحلقه جديده. حياك يعطيك العافية. الله مشكور ما قصر. خلوكم معنا أعزائي المشاهدين بعد الفاصل. إلى هنا أعزائي المشاهدين وصلنا إلى ختام الحلقة الحوارية مع اللاعب يوسف صالح. ترقبونا بتمرين عضلة الصدر بحلقة جديدة.